صباح الخير يا دكتوره. انا اسمي نادين شريف، استاذ نساء ولاده في القصر العيني وفي وحده الدكتور احمد المناوي، وانا برضو منسق التعليم للاندر جراديوت سواء للمين ستريم او للكبك. فكنت هحكي لكم بس الاول جنرالي عن النساء والولاده ده ان جنرال، وبعدين بعد كده سبيسيفيكالي عن المورنينج لكتشرز لو حد من اللي قاعدين عايز ان هو يحضر المورنينج لكتشرز. الصوت كويس ولا عالي ولا واطي ولا كويس؟ مين بيقول كويس؟ ان جنرال طبعا انتوا عارفين ان سنه خمسه دي اللي بيبقى فيها النساء والاطفال 500 و500، دي عليها 500 درجه ودي عليها 500 درجه. فالنساء عندنا عليها 500، بيتقسموا ازاي ال 500 درجه دول؟ بيتقسموا في 100 درجه للاند راوند، كويس؟ الاند راوند بتاعك عليه 100 درجه، بينقسموا ال 100 درجه دول ل 30 درجه عندنا في الاس و 70 درجه ام سي كيوز بنمتحنهم في القاعه، قاعه الامتحانات دي، اوكي؟ فال 30 درجه بتوع الاند راوند، كويس؟ ينقسموا برضو لخمس درجات على برزنتيشن. هنقول لكم ساعتها انتوا بتختاروا جروب مع بعض كده اربعه خمسه، بتعملوا برزنتيشن معينه at the end of the round، وبنديكوا درجه. التيم بياخد نفس الدرجه، يعني التيم مثلا من سته سبعه كلكم بتاخدوا نفس الدرجه out of five، خلاص؟ فدي بتبقى البرزنتيشن. امال ايه البورتفوليو؟ البورتفوليو ده هيبقى فيه اونلاين لكتشرز في الاسم، فبيبقى وسط الاونلاين لكتشرز هو مفيش كراسي ورا. طب لو عايزين تستخدموا الترابيزه انا ما عنديش مشكله، وانا عندي هنا اربع كراسي برده ممكن تستخدموهم. الكراسي اللي عندي دي فاضيه، اللي عايز يقعد عليها، اللي عايز يقعد على الكراسي دي، اللي جنبه كرسي يرفع ايده. بصوا في ناس رافعه ايدها اهو، في ناس جنبيها كراسي فاضيه برده، فاللي جنبه كرسي اهو رافع ايده بحيث انكم تروحوا جنبهم، ماشي؟ فهيبقى في الخمس درجات دي بتاعه البرزنتيشن، في 10 درجات للبورتفوليو. البورتفوليو بيبقى مع الاونلاين لكتشرز، هتلاقوا مثلا البروفيسور اللي بيدي الاونلاين لكتشر سال سؤال في النص، اداكم سؤال انكم تجاوبوه، بتجاوبوه بتروح حاطينه في البورتفوليو. ده فورمت اسسمنت اول ثرو الراوند بتاعكم. وهيبقى في برده كلينيكال روتيشنز كده هتروحوها، وده في الاورينتيشن لكتشر دكتور ايهاب سليمان هيقول لكم عليها، انا ببقى معاه برده فيها، اللي هو بتروح مره تحضر العيادات، العمليات، الحوادث، الحاجات دي كل حاجه تحضرها، بتكتب الريفلكشنز بتاعتك عن اليوم اللي انت قضيته في العياده، في العمليات، في الحوادث. ففي الاخر هيبقى عندك 19 ورقات كده كريفلكشن عن الكلينيكال روتيشنز اللي انت عملتها، بيتحطوا برده في البورتفوليو. كل ده بيبقى اسست اوت اوف 10 ماركس. فطبعا زي ما انتم شايفين كده الخمسه والعشره دول تقريبا ان هم هديه لي. بعد كده في ال 15 التانيين دول بيبقى شيت، كويس؟ كلينيكال شيت، انك انت بتاخد شيت مع العيانه لو احنا استمرينا فيزيكال، يعني لو اتقلبت اونلاين هتبقى ام سي كيوز برده ان فورم اوف كلينيكال شيت سيناريو. يعني معتبر هم ال 30 درجه دول بيبقوا عندنا احنا في اسم النساء والتوليد، وال 70 درجه التانيين بيبقوا ام سي كيو اللي هم مالتيبل تشويس كويستشنز. بينقسم الام سي كيوز دي لسنجل بست انسر واي ام كيوز اكستندد ماتشنج وتو اند فورس. ام سي كيو يعني مالتيبل تشويس. المالتيبل تشويس دي ممكن تبقى يقول لك اختار اثنين، اختار ثلاثه، ما تختارش حاجه خالص، قول ايه الصح والغلط. ده كلمه ام سي كيو او مالتيبل تشويس كويستشنز. ايه نوع المالتيبل تشويس كويستشنز اللي احنا بنجيبها؟ احنا بنجيب لكم بس سنجل بست انسر. نوع ايه؟ ان انا هنجيب لك نوع ثاني، مش كده ولا ايه؟ يعني هل ممكن اديك خمسه اوبشنز واقول لك كل واحد يقول عليها صح وغلط، وممكن يبقى كلهم صح ممكن كلهم غلط ممكن طبعا، وطبعا ممكن يبقوا بالبوزيتيف وبالنيجاتيف وحاجات كده. طبعا السيستم ده مش ابلايد عندنا خالص، لو بقى ابلايد عندنا هيبقى مشكله، مش كده ولا ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ اوكي. فاحنا بنجيب لكم الام سي كيوز بتاعتنا بتبقى سنجل بست انسر زي اللي انتم متعودين عليه في الكليه ان جنرال، فسنجل بست انسر واكسل ماتشنج كويستشنز. وهنتدرب يعني ايه اكسل ماتشنج كويستشنز الاي ام كيوز والتو اند فورس. فده بالنسبه للاند راوند. طبعا ده كلام جنرال لسه ما دخلتش في الاساسي اللي انا يعني المفروض انكم جايين عشان تسمعوا. السورس اللي انت والفاينل بيبقى 400 درجه، 800 يبقى فاضل 400، 400 ده الفاينل. الفاينل بتاعكم 250 درجه ريتن. الريتن هيبقى 30 شورت انسر كويستشنز، اسئله انيميريت مش منشن حاجات كده ما فيهاش شرح ولا دش خالص، وبتجاوب في نفس الصفحه اساسا. و 220 درجه ام سي كيو. زي ما انتم شايفين هو كله معتمد اكتر على ايه؟ الحفظ ولا الفهم ولا ايه؟ فهم طبعا، لان هو كله معظمه ام سي كيوز وحاجات كده. لكن حتى ايه لما بيطلب منك ريتن فهو طالب منك يعني شورت انسر كويستشنز اللي هو انيميريت يعني كده يعني، لكن مش انك انت تبقى حافظ بقى وباراجرافات وكلام من ده، مش مطلوب خالص. انت بس المطلوب انك انت تبقى فاهم الماده، لان في الاخر احنا الايم بتاعنا هنخرج جي بي، فالمفروض انك انت تبقى فاهم الماده. فالفاينل دي بعدين 250 ريتن شورت انسر كويستشنز
عشوائي ام كيوز وام سي كيوز وترو فولس، وبعدين في 90 اورال، وقدر بقى كان الاورال ده هيبقى اورال فعلا ولا اورال شيت زي ما انتم عملتوا في سنه رابعه، ده ديبندنج على السيتويشن بقى والسيركمستانسز وقتها. وبيبقى في حاجه اسمها اسكي، وده 250 90 160 هنا، سوري 250 90 و60، يعني دول 150 و250، يعني السم بتاعهم هيبقى 400 درجه. ده ان جنرال النساء والتوليد. طب السورس اللي انتوا بتذاكروا منه ايه؟ كتاب الاسم، كتاب الديبارتمنت، في كتاب اقصى كتاب جاني، والكتاب هو كان اسم اتغير السنه فاتت مش هيتغير السنه دي، فاكشلي هو ده اللي انتوا بتجيبوه وهو ده اللي انتوا بتذاكروا منه. ده بالنسبه للنوليدج يعني. طب وبعد كده بقى ازاي هتعملوا اسسمنت لنفسكم وكده؟ فبتجيبوا كتب ام سي كيوز ديفرنت موجود في المكتبات اللي هي تحت دي عند ماديك، اسئله ام سي كيوز كتيره قوي وكتب ام سي كيوز كتيره قوي. الديبارتمنت مش منزل كتاب، لكن في سورسز كتير مختلفه زي كيس فايلز، زي لانج، زي بي تيست، حاجات بتاعت الام ار سي جي، بيزما الاي، زي ما انت عايز. يعني انت ممكن تختار اللي انت عايزه، في كوكور كلينيكال 100 كيسز، يعني كل دي حاجات ام سي كيوز ممكن انك انت تتست يور سيلف او يعني تدرب نفسك عليها. يا جماعه اللي يخش جوه، خش على جوه، بصوا في ترابيزه هنا وبتقعدوا عليها، ما تقفوش على الباب، خشوا على جوه، خشوا على جوه. ف يعني انا اللي بحبه جدا جدا هو كيس فايلز. كيس فايلز ده حلو قوي، هو مش بس في النساء، نساء واطفال وبطنه وجراحه ورمد كله. كيس فايلز هو مستو ان هو بيقول لك كلينيكال ابروتش تو كيسز، لما تجي لك كيس انت بتفكر فيها ازاي وبتعمل ايه، فبيمشي معاك ستيب باي ستيب في حاله بيعلمك تفكر ازاي، وبعد كده بيديك شويه اكزامبلز كده انك انت على حالات فتحلها. فكيس فايلز الحقيقه يعني بالنسبه لي فيري ريكومندد، يعني لانج بس كيس فايلز هي كبدايه انكم تعرفوا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي وبتفكر ازاي وكده. فده بالنسبه لحاجه جنرال، ان جنرال اللي هي للنساء والتوليد. في حد عنده سؤال في الجنرال ده اللي انا قلته؟ يا جماعه خشوا بليز، خشوا جوه. على فكره هي انا اسفه بس هو الارض نظيفه جدا، يعني انا بقعد عليها كتير ومخيمه منضفها، فما عندوش مشكله وعايز يقعد هنا السبيس فاضي فزي ما انتوا عايزين. في حد جنبه كرسي فاضي؟ في هنا كرسي فاضي وفي هنا كرسي فاضي، في كرسيين فاضيين، في هنا كرسي فاضي في السكند رو وفي هنا كمان كرسي فاضي. في حد عنده سؤال في الحته الجنرال الاولانيه دي؟ دي اساسا اورينتيشن هتاخدوها تاني من رئيس الاقسام دكتور ايهاب سليمان لما يقابلكم في الاورينتيشن اللي هو قبل ما تقولنا الراوند على. طيب بالنسبه بقى للي انتوا جايين عشانه النهارده اللي هو سبيسيفيك للميتنج بتاعنا ده والاورينتيشن لكتشر اللي هو المورنينج لكتشرز. انا بدي مورنينج لكتشرز الساعه 7، 7 الصبح جايز، و7 ببداها مش 7 باجي، يعني اللي منكم جم النهارده هتلاقوني موجوده من بدري، لكن ببتدي شرح او ببتدي تاني الاورينتيشن معاكم 10 لان انا قلت 10. نفس القصه برده بالنسبه للمورنينج لكتشر 7، يعني 7 برده ببدا، 7 ببدا، فلازم نيجي بدري عن يعني تيجي 7 ل 5، يعني لان 7 هتبقى عارف انك انت جاي على بدايه المحاضره خلاص. وطبعا كلكم عارفين انك انت لما بتخش حاجه من ان شاء الله حتى فات 5 دقايق منها مش هتبقى حاسس قوي انك انت ملان الموضوع، هتبقى حاسس ان في حاجه ناقصاك او فاتتك او كده، وده بيحصل قوي لما تخش السينما في بعد التترات ما تتكتب او بعد اول بدايه الفيلم، هتحس انك انت كده قاعد كده مش مبسوط وتسال اللي جنبك ومهما حكى لك حتى يقول لك ما فاتش حاجه ده بس كتبوا اللي مش عارف، هتبقى حاسس ان في حاجه ناقصه. فيعني طالما كده كده نازل ونويت انك انت تنزل وكده، فبليز نبقى موجودين بحيث انك انت تسمع الموضوع من بدايته، لان كتير قوي هتلاقوا ان انا بشرح الموضوع مش اللي هو ديفينيشن وانسنس واتيولوجي، اه هنقول الكلام ده طبعا وهنمشي كلاسيك زي ما انتم متعودين، بس بنشرحه اكتر ان ذا فورم اوف كلينيكال سيناريو، لان الكلينيكال سيناريو هو ده اللي هيثبت في مخك اكتر العينه جات لك شكلها ايه، بتشتكي من ايه، عندها بليدنج، طب عندها انفكشن، طب عندها فين، فده اللي هيخليك انك انت تبقى اورينتد. طب ممكن يبقى ايه سببه، نبتدي بقى نقول الاتيولوجي من خلال سببه ده. طب هتعمل لها ايه، نبتدي نفكر في انفستيجيشنز اللي هتبقى ريليتد للكيس. طب تحب التريتمنت بتاعها يبقى ايه، ميديكال ولا سيرجيكال. فاكتشولي احسن انك انت تبقى سامع الحاله من بدايتها، فعشان كده يعني اتس باتر انك انت لو ناوي تيجي مش هتفرق انك انت تنزل 10 دقائق بدري عشان بس انك خصوصا ان الدنيا تبقى فاضيه يعني في الساعه 7 الصبح ده، بحيث انك انت تحضر المحاضره من اولها. انا بشرح المنهج مره واحده، يعني ايه مره واحده؟ يعني بيبتدي من اول السنه لاخر السنه. يعني ايه؟ يعني بتوع الاطفال كمان يحضروا؟ اه بتوع الاطفال يحضروا للاسف، بتوع الاطفال برده لازم يحضر. اكشلي حتى لو انت ما حضرتنيش وانت بدايتك راوند اطفال، انت لازم تبتدي تذاكر نساء. ما ينفعش ابدا انك انت تسيب الجزء النص السنه الاولاني تذاكر فيها اطفال بس لان انت اطفال، وبعدين تيجي نص السنه الثانيه تذاكر فيها نساء بس لان انت بقيت نساء، وتيجي بقى اخر السنه تلاقي نفسك الاطفال دي نسيتها دي
مننا. هي ماده سهله مش ماده صعبه خالص، وماده ملمومه للغايه، ملمومه جدا، ولما نيجي نشتغل فيها هتلاقوا ان هو يعني الناس كلها يعني منفذه على بعض، سواء الاوباستريكس او الجاينيكولوجي، هي كلها تفهم الريليشن ما بين الاستروجين بروجستيرون واليوترس والاوفري، وتلاقي ان الدنيا خلاص انت فهمت البيزكس بتاعتها، اي حاجه ممكن انك انت تقول فيها وتكتب فيها يعني مش هيبقى عندك مشكله خالص. فلازم البيزكس دي تتفهم. وبعدين مهم جدا انك انت تعمل ابلكيشن، يعني انك انت تقعد كتير قوي انك انت تحل على النساء وحالات وكده، بحيث ان الموضوع يبقى مهضوم جواك، ما تبقاش انك انت يجيلك سؤال ايه ده كان في الصفحه اللي انا ما قريتهاش، ده كان في الشابتر اللي انا ما فتحتوش. مش فارقه خالص الشابتر ده اللي انت ما فتحتوش، لان بقيه الشابترز بتدي برده بتفهمك. فانت طالما فاهم البيزكس هتعرف تكتب، هتعرف تحل الام سي كيوز، لان الام سي كيو ده جايب لك الكيس والاوبشنز موجوده. فطالما انت فاهم خلاص بمنتهى السهوله هتقدر انك انت تقرا هذه الكيس وتبتدي انك انت تشوف انهي اوبشن اللي يمشي معاها، طالما ان انت عارف البيزكس. وكلكم عارفين، يعني مش حد قاعد قدام دلوقتي مش عارف، لان انت خدت 3 سنين بيزكس. فانا مفيش كلمه هقولها في كل منهج النساء خارج عن الفيزيولوجي والاناتومي والباثولوجي والحاجات البيزكس كلها اللي انتم اوريدي عارفينها. حتى لو انتم حاسين ايه ده احنا مش فاهمين حاجه خالص، ايوه بس لما تكون حاجه انت قريتها قبل كده غير لما تكون حاجه انت مش عارفها خالص. فاكشولي البيزكس كلها عندكم، بلس انا متاكده برضو انكم عندكم القدره انك انت تريليت الحاجات ببعض، لان انتوا طالما برضو وصلتوا لهذا المكان فانت الاي كيو بتاعك واصل لليفل انك انت يؤهلك انك انت تقدر تجمع الحاجات بعضها وتربط الحاجات بعضها وتبقى منطقيا بتفكر بالمنطق. فبالتالي يعني مش هتفرق خالص خالص معاك ان بيبقى فيه شابتر او موضوع انت مش قاريه، طالما ان انت عندك البيزكس بتاعتك وعارف انك انت بتفكر وتراستنج يور مايند ان هو بيفكر صح. لان انا ممكن جدا جدا انسى حاجه في الكتاب مكتوبه كانت فين، الميموري بتاعتي تخوني، لكن مش ممكن المايند بتاعي ياخدني، لانه طالما ان انا يعني معاقل ويعني وبفكر وليا منطق فبالتالي ده مش هياخدني في حاجه. لكن اللي ممكن فعلا تبتدي ان هي كده اللي هو الميموري بتاعتي الذاكره، لكن المخ بتاعك عمره ما هو هيكون. فبالتالي مهم جدا ان احنا نبقى يعني عارفين ومطمنين من البدايه ان هو لا الموضوع كله ريليتد لبعضه، ويعني النساء هتبقى سهله. بس برده عشان نهضم القصه دي زي ما انا بقول لكم كده لازم ان هي تبقى اول ثرو بدايتها من اول السنه لحد اخر السنه. فببتدي شرح اللي هو ان شاء الله بدايتها من الاسبوع الجاي، وسواء الناس اللي شغالين نساء او شغالين اطفال يعني جراحه او باطنه حاليا، وبنكمل مع بعض المنهج زي السكادجول الموجود في ايديكم ده. يعني السكادجول اللي انا وزعت عليكم في الاول ده مكتوب فيه كل حاجه هتبقى، يعني ده الموضوع الاولاني، ده الثاني، ده الثالث، وبعدين في تست 1، بعدين الموضوع الرابع خمسه، وبعدين تست 2 تست 3. هتلاقي بعد كده بيقول لك اند اوف فيرست راوند، خلاص يبقى خلصنا كده الفيرست راوند. في السكند راوند لما تجيلي تاني بقى، لما تخش في السكند راوند ايه الحاجات اللي احنا هنشرحها بعد كده، عشان انت لو انت شغال نسا حاليا تبقى عارف ايه اللي انا مش هشرحه. لو انت عايز تقراه لوحدك، لو انت عايز تسمعه براحتك، لكن هو ده انا مش هشرحه، انا هشرحه في النص التاني. ايوه طبعا انا هكون خلاص ذاكرت النساء كلها، لان انا همتحن 100 درجه دول على النساء كلها، يبقى اجي لك تاني ليه ما انا ذاكرتها؟ خلي بالك المذاكره غير المراجعه. تفتكروا اني اهم، المذاكره ولا المراجعه؟ المراجعه طبعا، المراجعه طبعا، لان المراجعه دي هي الاساس. بس هو لازم يليها يعني يبقى يسبقها مذاكره، لان هتراجع ايه لو انت ما ذاكرتش؟ بس هو بالمنطق كده، لكن انت المراجعه هي الاساس. وكمان البديهي انك انت عشان الموضوع تقدر تتذكره، يعني مثلا انا قريت موضوع النهارده او شرحنا موضوع النهارده، عشان اقدر ان انا اسالك فيه وانت تجاوب تبقى انت فاكره. تفتكر انك انت المفروض انك انت تقراه كام مره عشان ينتقل من الشورت تيرم ميموري اللي هو اللي انت احنا قاعدين مع بعض فانت بترد معايا، لللونج تيرم ميموري اللي هو لما اسالك عليه بعد كده تقدر انك انت ترد من غير ما تكون مراجعه؟ منهم ثلاث مرات، دي حقيقة، منهم ثلاث مرات، ثلاث مرات خلال نفس الأسبوع، يعني إحنا شرحناه النهاردة مع بعض، روحت أنت البيت قريته، تاني يوم قبل ما تيجي أو تالت يوم قبل ما تيجي المحاضرة قريته تاني، وبعدين آخر الأسبوع قبل ما يكون عندك امتحان أو كده قريته مرة ثالثة. دول بقوا الثلاث مرات اللي أنا ببقى حريصة في السكادجول اللي أنا مديهولكم إن أنا اللي أعملهولكم عشان أطمن إن هم حصلوا الثلاث مرات دول، بحيث إنك أنت يتحول هذا الموضوع ينتقل من الشورت تيرم ميموري اللي عندك لللونج تيرم ميموري. فبالتالي لما حد يسالك عليه او تيجي تفتح الصفحه دي تاني مش تلاقيها انها متخططه بس كده وانت مش عارف مين اللي خططها، لا تبقى فاكر فعلا انا فاكر الكلام ده، انا الكلام ده انا فعلا قريته قبل كده، مش يبقى اللي هو ايه ده ومين اللي قرا الكلام ده قبل كده، هو انا اللي مخطط وانا اللي يعني الحاجات دي بتحصل. فعشان ايه؟ عشان احنا ما بنراجعش الموضوع او ما بنقراهوش ثلاث مرات ورا بعض خلال نفس الاسبوع، لكن مش ان هو مره وبعدين بقى في المراجعه بتاعت
الاند راوند وبعدين مراجعه الفاينل، هم دول الثلاث مرات. لا دول ما لهمش علاقه ببعض، دول اكنك ما قريتش. يعني لازم يحصل كده. فعشان يحصل الموضوع ده لازم بنمشي مع بعض طول السنه. بلس هتلاقيني في بدايه السنه، يعني لو بصيتوا على السكادجول هتلاقيني هو النص السنه الاولاني اللي هو لحد الاند راوند انا بخلص فيه تلتين المنهج، ومش بمشي في المنهج بالترتيب. يعني لو بصيت على الاندكس بتاع كتاب النساء والولاده بتاع الاسم عندنا، ده مش الاندكس بتاع المحاضرات اللي انا ماشيه بيه. طب امال انا مختارها على اي اساس؟ مختارها على اساس الحاجات اللي هي محتاجه فهم، والحاجات اللي بيترتب عليها حاجات ثانيه تتفهم، بحيث انك انت الحاجات اللي هي في النص الثاني من السنه كلها لو انت قريتها لوحدك مش هيبقى عندك مشكله، لان اوريدي انت واخد البيزكس وفاهمها وشارحينها احنا مع بعض. يعني هتلاقي فيزيولوجي ادمنستريشن اللي هو يعني بيزك الجاين، او النورمال ليبر اللي هو البيزك بتاع الاوبستريكس، ده موجود يعني في الاول في اول السنه، بحيث ان هو بعد كده تقدر انك انت تبني عليه في نص السنه الثاني. لو كنت انت شغال نسا، فبالتالي هتلاقي المواضيع اللي هتتشرح في نص السنه الثاني مش محتاجه قوي نفهم، لان انت اوريدي فهمت البيزكس بتاعتها، فمش محتاج انك انت تفهم فيها. المهم بقى في نص السنه الثاني هو المراجعه، لان بدايتها من نص السنه الثاني بنبتدي نحل مع بعض مراجعات. يعني يقول لك راجع الاندوكراين، واديك اسئله وامتحانات على الاندوكراين وبنحلها مع بعض، راجع مش عارف الجنرال جاينيكولوجي، راجع البليدنج ان ايرلي بريجننسي، وبديك بقى امتحانات عليه ونحله مع بعض. فنص السنه الاولاني بيبقى فيه شرح لتلتين المنهج، بلس تيست فور ابلكيشن، تيست فور ابلكيشن على المواضيع اللي احنا شرحناها. نص السنه الثانيه بيبقى فيه تلت الباقي من المنهج، بلس ريفيجنز على المنهج كله، ريفيجن على المنهج كله. كم مره بنعمل الريفيجن بتاعت نص السنه الثاني؟ برده ثلاث مرات، بنعمل ريفيجن ثلاث مرات. الاول بقسم لهم لوكو اللي هو مثلا جنرال جاينيكولوجي لوحده، بعد كده جنرال جاينيكولوجي مع اندوكراينولوجي، بعد كده جنرال جاينيكولوجي مع اندوكراينولوجي مع بقيه الجاني كلها، الجاني كله. نفس القصه بالنسبه للابس، برده بنقعد نقسمها كده لحد ما يجي يوم ان احنا نمتحن ابس اند جاني امتحان ال سي كيو كامل متكامل زي الامتحان اللي انتوا بتمتحنوه اخر السنه. فدي الطريقه اللي انا بمشي بيها، عشان بس الناس ما كانت يعني مش فاهمه، هو انا حد في نص الاولاني، طب امال النص الثاني هنأجز يعني ولا ايه اللي هيحصل؟ هي بتشرح منهج مره واحده؟ بتشرح منهج مره واحده بس اول ثرو بير، يعني على السنه كلها من بدايه السنه. حتى وانتم شغالين جراحه حاليا او شغالين بطنه حاليا، بنبدا من الاسبوع الجاي بديكوا اجازه بتوع الاطفال، بتوع الاطفال على امتحان الاطفال، بسيبكوا قبليها باسبوع او 10 ايام، وبيكمل معايا بتوع النساء لحد الاند راوند بتاعهم. وبعدين يا جماعه انا قدامي فاضي، فاللي عايز هنا وفي هنا كرسي، بدل ما تبقوا واقفين على الباب يعني، اوكي؟ فاللي عايز يجي قدام هنا يجي، يجي. اوكي؟ فبالتالي هنكمل من اول السنه لاخر السنه، هتبقوا ماشيين معايا بالقصه دي. بقول لكم بسيب بتوع الاطفال قبليها باسبوعين، بيكمل معايا بس بتوع النساء، وهم الاسبوعين دول اللي لما ببدا في نص السنه الثاني بتوع النساء هياخدوهم اجازه وبتوع الاطفال هعدهم. دي المحاضرات الوحيده اللي بتتعاد اللي هو انا اجهزوا فيها بتوع الاطفال عشان عندهم امتحان الاند راوند، وبتوع النساء حضروا معايا كويس. وبعد كده لما نبتدي في نص السنه الثاني بتوع النساء هيبقوا اجازه مني 10 ايام ولا اسبوعين اللي هم بعيد فيهم هذه المحاضرات ثاني، وبعدين بنرجع يقابلوني. طب ما احنا هنسمع نفس الشرح، هتسمع الشرح بس هتحل معايا برضه امتحانات، وهتبتدي معايا الريفيجن، لان الريفيجن بتبتدي في نص السنه الجايه. فهو ده الطريقه، سواء هتحضر محاضرات او هتمشي لوحدك، ما تشتغلش نسا لوحدها واطفال لوحدها، لازم الاثنين يبقوا مع بعض. انت لو بادي راوند نسا وبعدين بعد كده خلصت النسا وسبتها لانك ابتديت راوند الاطفال وما كنتش ماسك الاطفال خالص، ففي الراوند في النص الثاني كنت انت شغال اطفال وسايب النسا، هتفوجئ ان هو زي لو بنمشي زي ما السنه اللي فاتت واللي قبلها حصل، امتحان الاطفال هو امتحان الفاينل الاولاني، دخلت فاينل اطفال، امتحنت اطفال، اجي بقى افتح كتب النسا اللي هي متسابه من شهر 2 ولا 3، وانا امتحاني في شهر 7. طبعا بقى يعني وهمارج كبير، يعني انك انت تفتكر اي حاجه من النسا دي، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي اسهل لك انك انت تحضر المحاضره او هتسمع نسا تحل معايا الامتحانات، لان خلي بالك الامتحانات دي انا بديها لكم وبعدين بنحلها مع بعض، فبنبتدي نقعد نتناقش انت فكرت ازاي؟ لا هي المفروض يبقى طريقه التفكير فيها ازاي؟ فبنرتب بنظبط طريقه التفكير بتاعتنا في الحاجة.
الحالات، لان هو ممكن تبقى بالنسبه لك دي طريقه جديده او مش هو اللي انت متعود عليها او كده، فبنحل كمان الامتحانات دي مع بعض، فدي هتخليك اكنك بتراجع. حتى لو ما فتحتش كتاب النساء في البيت في النص الثاني، بس اكشلي اكنك انت بتراجع معانا، مجرد انك انت تسمع اللي انا بقوله، تحل معانا الامتحانات، وتيجي تسمع الشرح بتاع اجابه الامتحانات دي، فهتلاقي نفسك اوريدي انت راجعت تاني النساء اكشلي من غير ما تحس. فهو ده قصه ان هو اللي انا كاتباه ده اللي هو اول ثرو ذا هول يير، ان انا بشرح المنهج على السنه كلها. فكده احنا اتكلمنا في قصه 7 الصبح دي، ان هي المحاضرات هتبقى الساعه 7 الصبح، وبعد كده اتكلمنا في قصه ان هو المحاضرات بتبقى من اول السنه لاخر السنه. بخلص المنهج امتى؟ بخلص المنهج وبارلل مع المراجعه قبل الاند راوند الثاني، قبل امتحان الاند راوند الثانيه. مش بخلص بدري، مش بنزلك يعني مخصوص ولا حاجه بعد كده، يعني وانس انك انت امتحنت الاند راوند بيبقى بعديها اسبوعين والفاينل، فكل ده بتبقى انت قاعد في البيت. من وانس انك انت امتحنت الاند راوند للفاينل احنا ما بنتقابلش فيها. فده حد القصه دي. في حد عنده استفسار لحد هنا؟ طب نيجي بقى على الامتحانات. ايه قصه الامتحانات دي؟ زي ما بقول لك يعني هتلاقي ان هو برده في السكادجول اللي معاكم، بعد كل كام موضوع كده في كلمه تست. التست ده انا بديكوا الامتحان، او اكشلي يعني ممكن هتفق مع عمر يسيبه في مكتبه، السنه اللي فاتت كانوا بيسيبوه في مكتبه الفارما، وات ايفر زي ما انتوا عايزين، يعني هتفق معاه على القصه دي الاريح لكم. فانت بتروح مثلا، بقول لك النهارده احنا شرحنا مثلا البيوبرتي يعني المينوبوز، ففي امتحان بقى بعديها، فيوم النهارده شرحنا البيوبرتي يعني المينوبوز، هتروح تاخد الامتحان هتذاكر البيوبرتي يعني المينوبوز، تراجع الثلاث مواضيع فيزيولوجيا منسوريشن امينوريا بيوبرتي يعني المينوبوز، وبعدين بالستوب واتش هقول لك مثلا الامتحان ده في 60 سؤال، طب يبقى 60 دقيقه تحله انت في البيت. تيجي بقى المره اللي بعدها بلم من كل امتحان، طبعا كل واحد يبقى كاتب اسمه، بلم من كل امتحان وبصححه وبعدين بديه لكم. في الوقت ده بنزل لكم الكي انسر، بحيث انك انت تبقى بس مصور الاجابات بتاعتك، عشان تبقى انت عارف ايه الحاجات اللي انت ما عملتهاش صح او كده، عشان تبقى انت يعني مايندد ايه يعني ايه اللي انا غلطت فيه. لو حاجات كانت سهله يعني ده كانت ريكول ما فيش فيها مشكله، ده انا كانت قله يعني كنت بذاكر قليل مثلا او كده، مفيش مشكله. لكن لو حاجه كانت كيس مثلا انت مش فاهم كان الحل كده ليه، فبنيجي بقى في الحل. يعني ايه؟ بقول لكم النهارده بعد ما نخلص شرح هنعمل كوركشن لتست 1 مثلا 1 بي 2 سي. في حد عنده سؤال؟ لا شغال خلاص مش هنشرح، نكمل اللي بعده. نيجي مثلا عند 4 دي، لا ليه هي الاجابه كانت دي ليه؟ فنبتدي نشرح هي ليه مثلا الاجابه كانت كده، ونبتدي نتناقش مع بعض بحيث انك انت تبقى فاهم احنا بنفكر في الكيس ازاي. اوكي، فاحنا بنحل مع بعض. طب ايه فكره ان انا اخد منكم؟ طب ما انتوا ممكن الورقه الاسئله اللي معاكم، لا ده بيبقى فيدباك ليا انا، اعرف لو مثلا في كتير منكم جاوبوا السؤال ده مش صح او كده، يبقى ممكن في مشكله في فهم السؤال ده، فابتدي ان انا اشرحه لكم تاني، او ان انا يعني اكونفيرم عليه اكتر. بلس ان انا باساميكم بعرف برده مستوى كل واحد، يعني طبعا جوينج ثرو السنه بعرف فعلا مستوى كل واحد، ولو عندك انت ديفكت في حاجه معينه او كده فبديك برده الفيدباك بتاعها. بلس انك انت لما تبقى حاسس انك هتديني انا الورقه، غير لما انت بقى حاسس ان الورقه معاك، يعني ده اتس ديفرنت وانت بتذاكر وانت بتحل. لما تحس ان انا هاخد الورقه وهصححها وهديها لك، انا طبعا مش بقول الدرجات، انا مش بقول يعني انا بوزع من غير ما اقول الدرجات، بس للترتيب دي حقيقه، بس للترتيب يعني من اول الفول مارك لحد الاخر، بس ما بقولش درجات، بس انا بوزع من الترتيب دي حقيقه. فبتبقى طبعا الديفرنت يعني الادرينالين هيبقى مختلف وانت بتذاكر وانت بتحل وانت بتديني، فلازم نبقى الامبيونس بتاع الامتحان ده موجود معانا عشان نتدرب عليه، عشان ما يبقاش حتى في رهبه للامتحان. انت بتبقى ليله امتحان النساء بعد كده سهله ما فيهاش اي رهبه، وانت داخل في الامتحان برضه بتحل ام سي كيوز، ده انت ياما حليت، وهي ياما حليت حاجات اصعب كمان، لان يعني الحاجات اللي هنتدرب عليها هتلاقوا ان هي اصعب فعلا من الاكتشوال الامتحان اللي انتوا هتشوفوه. فده بالنسبه للتست وازاي بتتعمل، ان هو انا بجيب لكم الورقه بيبقى الامتحان موجود في المكتبه، انت بتصور هذا الامتحان بيبقى معاك بتحله بتديهولي بصححه بديهولك بنكوركت الاجزام مع بعض. فدي طريقه تصحيح الامتحانات بتاعه التست اللي هي جوينج ثرو، او الريفيجن اللي هو سكادجول الريفيجن بديهولك في نص السنه الثاني لما نبدا يعني الريفيجن، والاثنين بيتصححوا بنفس الطريقه سواء التست او الريفيجن. في سؤال في القصه دي يا دكاتره؟ طيب الحاجة المهمة جدا ان اللكتشرز دي انتر اكتف، يعني ايه؟ يعني طبعا غير مقبول الوضع اللي احنا فيه ده، سؤال لا ما فيش حاجة خالص كل الناس ساكتة، يعني انا بقول يمكن عشان الاورينتيشن ماشي شغال، لكن ما ينفعش طبعا اكون مثلا بشرح في الفيزيولوجي او الانستريشن زي ما هيحصل ان شاء الله المرة الجاية، والاقي مثلا اقول لابس اتش هنا ليه علي؟ الاقي الدنيا ساكتة؟ لا، ما انت لازم تقول لي عشان الاستروجين مثلا قل فما فيش نيجاتيف فيدباك، فانت لازم كلام ما انتوا عارفينه، مش حاجه بقولها جديده زي ما قلنا. فهو لازم تبقى انتر اكتف، لازم تبقى انتر اكتف معايا، يعني لازم انك انت ناخد وندي مع بعضينا كده،
عشان احس اولا تبقوا مصحصحين، ثانيا لازم تفكر معايا، لان انت الحاجه اللي انت فكرت فيها دي مش هتنساها، لكن الحاجه اللي انا عماله اديها لك كده دي ديفينتلي هتنساها. حد يعرف كام في الميه من اللكتشر لو انت سمعت لكتشر بيفضل معاك؟ 3%. فاكيد مش هتنزل 7 الصبح وكده عشان 3%، ده انا اخدهم وانا قاعد في بيتنا وبسمع، مش كده ولا ايه؟ لكن if you're going to interact معايا ده ممكن يوصل ل 30%. خلاص؟ فما ينفعش انك انت تقبل ب 3% طالما ممكن اللي جنبك واخد ال 30%، ما انتوا الاثنين قاعدين في نفس الظروف. فالانتراكشن از اكستريملي امبورتنت، ان احنا نتراكت مع بعض كده واحنا بنشرح في الحاجات اللي احنا بنشرحها. هو ده كان مقصود ولا هو وقف؟ فده بالنسبه ليه يعني ايه ان هي تبقى انتراكتف لكتشرز. وطبعا ما بقاش في تيتشنج دلوقتي، بقى ليرنينج. انتوا عارفين الفرق بين التيتشنج طبعا والليرنينج. تيتشنج يعني انا بدرس لكم، ليرنينج يعني انت بتتعلم. التعليم والتعلم فرق بين ماشي، التدريس والتعلم. المفروض ان كنتوا دلوقتي خصوصا بعد قصه الكوفيد وكده فبقيتوا انتوا اكتف ليرنرز اكتشلي، يعني انت اللي بتقرا وبتشوف وبتسمع وبتنتراكت وتدور وتجوجل وتشوف مثلا على اليوتيوب وكده. فانت لازم تبقى اكتف ليرنر، ما ينفعش انك انت تبقى باسيف وقاعد بس بتتلقى متلقي مني، لان التلقي ده اولا بيخش منه حاجه قليله قوي، ثانيا انك انت ترجع تتذكره تاني وهم. فبالتالي مهم جدا ان هو تبقى انتراكتف ليرنينج قبل ما يكون تيتشنج، يعني قبل ما انا ان انا بدرس ماشي، بس انت كمان لازم تبقى اكتف ليرنر معايا. وطبعا لو انت مثلا بتحضر الدرس او كده تبقى حاجه عظيمه للغايه. لو في هيبقى انك انت قريت الدرس مثلا ده اللي احنا هنشرحه الموضوع قبل ما احنا نقوله مع بعض، لان هتبقى مور اورينتد وعارف البوينتس اللي انت مش فاهمها قوي او اللي انت عايز تركز فيها وانا بشرح او وات ايفر يعني. فاستكمل معاك، فانت كده كل يوم هتبقى عارف انت جاي تسمع ايه. خلاص يعني ايه الموضوع اللي انا هشرحه؟ انا هبقى ماشيه مع السكادجول ده. في حاجه اسمها بلومز تاكسونومي. لما سالت الريبريزنت بتاعكم ما كانش في كتير منهم عارفينها، فانا قلت برضو ان انا يعني اقولها لكم. مين ما يعرفش بلومز تاكسونومي؟ ما يعرفش بلومز تاكسونومي دي؟ دكاتره مهمه قوي للناس اللي بيليرنوا الليرنرز يبقوا عارفينها عشان يبقى عارف هو مطلوب منه ايه وهو في انهي ليفل وهو دلوقتي وصل لفين. فبلومز تاكسونومي تبدا من البيز القاعده اللي هو اقل ليفل كويس لحد ما توصل للتيب اوف ذا بيراميد للتوب اللي انت الايم اللي انت توصل. طبعا اول حاجه خالص هي ريكول انك انت تو ريمبر، انك انت بس قريت المعلومه وحفظتها فتقدر تريكول. اجي اقول لك ايه الايتيولوجي اوف فايبرويد، تروح انت رصيص لي ايه هو الايتيولوجي هايبر اكسبريشن، تروح انت رصيص لي ايه هو الايتيولوجي. ده قصه الريكول. اندرستاندينج تفهم ليه كده، ليه الاستروجين الكتير محتاجينه عشان الفايبرويد. ده البلاد سبلاي بيزيد فالفايبرويد ممكن يكبر، فكده تبقى اندرستاندينج هذه المعلومه. يبقى اول حاجه انك انت تريكول المعلومه، وبعدين تو اندرستاند المعلومه دي، وبعدين تبتدي تابلاي المعلومه دي. يعني ايه ابلاي؟ الست دي عندها فايبرويد، طب هتيجي بقى بايه؟ ده ممكن تيجي ببليدنج. تعمل ابلكيشن للنولج دي، بعد كده تعمل اناليسيس للنولج دي اللي هو تبع انالايزنج. طب اطلب منها انفستيجيشن ايه؟ طب هنعمل لها ايه؟ طب هنبتدي ان احنا نعمل لها تريتمنت ازاي؟ مأثره على حياتها في ايه؟ فده اللي يخليه ان هو مثلا واحده ست عندها 45 سنه وعندها فايبرويد يوترس وعندها 5 عيال، تعالجها بطريقه مختلفه عن واحده برضه ست عندها 45 سنه وعندها فايبرويد يوترس بس لسه متجوزه. فعشان انت انالايزنج كل الحاجات اللي هي الجيفنز بتاعتك، فبحيث انك انت توصل لا كل واحده مش طالما هي نفس الكيس يبقى هي ليها نفس التريتمنت، لان انت يو ار انالايزنج كل ايتم من دول، فبالتالي تقدر انك انت تقول لا دي يناسبها كذا ودي يناسبها كذا ودي يناسبها كذا. بعد كده في ليفل ثاني اسمه كريتيسايز، انك انت بقى تقدر تكريتيسايز المانجمنت بتاع حد غيرك، او سنسز انت بقى تكريت وتبدع وتكتب يعني تقول انوفيشن في التريتمنت او كده، يعني انك انت تبقى ريسيرشر او انك انت تبقى